ده واحد تكفير عشان ما تقول ليه ما تكفيري. اوعك ده سعيد نصر، ده سيدك سعيد نصر، الصفحه 71 كتاب، او ده غلاف الكتاب اسمه الانصاف في ان جهاد الدفع لا يسقط بالاستضعاف، وده الكتاب، وده الكتاب يا اخوان. وده ما عنده كتاب حتى تقدر تتكلم فينا بكتاب، الا بيقول كذابين، لكن ما عندك دليل. عندنا ادله هنا، صفحه 70 71 قال الحكومه دي كافر، واي زول بخش المجلس الوطني جوا ده كافر برا الاسلام. يا اخي يمكن اخته جوا كافر برضه. طيب قال ونعتقد ان الانظمه الوضعيه، نعتقد دي العقيده بتاعت الجماعه دي، العقيده، عشان كده ما عندهم عقيده في الدعوه للتوحيد، عقيدتهم في موضوع تكفير الحاكم بس. ونعتقد ان الانظمه الوضعيه السائده في بلاد المسلمين الان، في بلاد المسلمين دي ما يسمى بالدستور، خلاص، نظام شركي واضعوها شركاء لله في الحاكميه، والعاملون بتلك الانظمه او المقرون لها مشركون، وهذا الحكم عموما جد. مجلس الحكم او ما يسمى بالمجلس الوطني او البرلمان، خشيت الجماعه جوا، لا يجوز الدخول في هذه المجالس، واعضاء هذه المجالس من المسلمين مرتدون عن دين الله تعالى. يا زلمه انت بتلعب، انت تكفيري من النوع ابو كديس والله العظيم، جد تلعب ولا شنو؟ اوعك تلعب معانا، اوعك يا اخي، ده مطلع عليه ورقه، الواد بتاعه ذات شيخه، وده شيخ امجود اللي بيقولوا ده ذاته شيخه، ده اسمه محمد علي، ده شيخه ذات مطلع عليه ورقه قال شروط الاختلاط الشرعي، كل الامه دي موجوده هنا، شروط الاختلاط الشرعي، قال من شروط الاختلاط عشان يكون جائز يعني شرعي، من شروطه قال اربعه ولا خمسه، قال الاستئذان في الغرف المغلقه، يعني في بيت قاعده جوا ما يجوز تخش عليها بدون اذن، لكن لو دقيت الباب كك 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 قلت لك اتفضل دخلت حلال. والله العظيم دقنه لا هنا، دقنه حقتي دي جنبه ولا اي حاجه، ولا حقت ابو بكر، تقول لي سلفي؟ تيار السلف الجهادي، يا انت ما عندك علاقه مع الجهاد ولا السلف، انت ما مشيت لي، انت بتقول في راجل لانه مشى مالي، الجهاد في مالي، انت ما بقيت راجل ليه ما مشيت لي؟ وتبقى راجل 200 ذات؟ تبقى لا، والرسول ما هو شمالي، الرسول ما هو شمالي، ما راجل؟ ابو هريره ما شمالي، ابو بكر مالي بتاع شنو يا اخي انت مجنون؟ مالي بتاع شنو؟ ادعو للتوحيد يا اخي، في مشركين هنا كفار، في ناس بيقولوا الله ثلاثه والله اربعه، في شيخ صوفي هنا عندي جيب، شيخ صوفي هنا قال انا طبت بالعنقريب، قال جو اثنين دراويش قالوا له ورينا الطيران، قال ريكي في العنقريب كده مو طرفه، هذا رايك في شنو؟ كلامه هنا طبقته تضيف الله تقول لي مالي وما مالي، في ناس هنا مشركين، في ناس كفار هنا، بس عاملين لي حكام وما حكام وجهاد وما جهاد، يوم ما شفنا واحد فيكم مشى جهاد خالص. الواد الان هو الصغير غشيتوه، زي الواد اللي اسمه وليد الغشيتوه في تفجيرات السلمه، شات الترابيزه بتاعت التفجيرات دي كرعينه فقعت فيه، كرعينه اتقطعت من حقوي من هنا، الواد عمره 13 سنه ولا 15 سنه فقط، قد يكون دون البلوغ، لكن انتم ارجاكمات الكبيره قاعدين هنا. والله سوسن المجنونه دكتور طلعوا بيت سودانيه اجمل من الحور العين. شروط الاختلاط الشرعي، انت ما عندك علاقه مع السلفيه اصلا، ويغش البنات ويغش الاولاد في المكتبه العلميه هنا، خالد الراشد اه وارتطمت السياره بالجدار يا جدار يا اخي، في توحيد في عقيده، جدار بتاع شنو يا اخي؟ عندك دين، عندك علم، قال الله، قال الرسول، عقيدة، الرسل جد جد. في ناس انتشر في أقوام واللواط، جو قالوا الناس اعبدوا الله براهم، رسل لوط عليه السلام، في رسل انتشر في أقوامهم التطفيف في الميزان، قالوا لهم اعبدوا الله براهم، التوحيد، دعوهم للتوحيد، لأنه ده اللي يصلح ده بيصلح. النبي عليه الصلاة والسلام جالي ناس عندهم زنا، عندهم شرب خمر، عندهم تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، عندهم جرائم، عندهم قتل، عندهم حروبات، قال لهم أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، وفي أي حاجة، ولقى الحاكم كافر، مكة دي الحاكم فيها كان مسلم؟ أنا بسألك، لما الرسول بعث الحاكم بتاع مكة كان مسلم؟ كان صحابي؟ هم نسبوا له أبو جهل سادات الكافرين في نار جهنم. الرسول خلى حاكم ولا ما حاكم؟ دعاهم للتوحيد، لأن الناس لو وحدت وعقائدها اتصلحت، بعد ذاك بيجي الحاكم الصالح
لكن تعاملها كلها حاكمية وكل ما تأينات ديمقراطية وما عارف ليه والحاكم كافر وما كافر وهلما نخرج وهيا إلى الجهاد وداون داون أخرج يا أخي أخرج ريحنا مش فده ما نهج الجماعة ديل باختصار وما يحتاج كلام الفرصة متوحة للحوار والنقاش ترى عندنا جينا لناس تانين يا في ناس قالوا إحنا أنبياء هسا يعني في 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 الجامعة كلهم ما موجودين معانا هنا ما تجينا أنت ناطي يا خليك الله خليك أمشي مكتب العلمية حضر لك نشيد فرقة المعاني والله يا مكة يا طيبة ترم ترم ما مش داسو مش بقى احنا هنا قمش قمش خالص والله بالنفذ شفته بنجي من الشغل لنفذ وشنا كده ومن التراب بنجي داخلين الركن لا انا نشيد ولا لا لا بتاع الطيبة دي انا مسجلة لا 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 ده شنو ده حس ده دين ده دينك يا بدقن انت ما سلفي ده دينك زي هو المنهج بتاعك الربوك عليه ده منهج الجماعة دي في حاجات كثيرة خلوها قاعدة خلوها مستورة يعني وصلتوا على الحوار والنقاش.